يمثل الجبن البلدي أحد المنتجات المحلية الشهيرة في اليمن، ويتركز أكثر في محافظة تعز عبر إنتاجه أنواعاً متعددة من الجبن، الذي بات منافساً لمختلف أنواع الأجبان المستوردة، كما تعد صناعته من أشهر الصناعات الشعبية اليمنية التي حافظت على حضورها وطابعها التقليدي. تأتي أرياف تعز في صدارة المناطق المصنعة للجبن البلدي، وأكثر المناطق التي تشتهر به هي مديرية مقبنة وأجزاء من ريف جبل حبشي وقرى الحجارية، بالإضافة إلى بعض أرياف محافظتي الحديدة وإب ومنها العدين المشهورة بصناعة الجبن الغنمي. وللجبن البلدي عدة أنواع، منها الجبن المالح والجبن العوب، بالإضافة إلى أنواع أخرى تختلف من منطقة لأخرى كالجبن العوشقي والجبن القاحزي والهاملي والفاخري والقمعري وغيرها. يحضر الجبن البلدي بطرق تقليدية أضفت عليه مذاقاً خاصاً ميزه عن غيره من الأجبان، حيث يتم جمع حليب الأغنام والأبقار خلال النهار في أوعية دائرية لتخثيره، ويخلط بمادة اللفح المستخرجة من صغار الماعز قبل غليه على نار هادئة لفترة طويلة، ويترك الجبن بعد مزج مكوناته ليأخذ قوامه الصلب قبل تبخيره بجمر أو دخان شجرة الكبا أو أخشاب من أنواع مختلفة للشجر مثل المشمش والفرسك وغيرها. كما يعد من أهم الهدايا التي يحملها المسافر إلى مدن أخرى أو إلى دول الخارج، مع تميز الجبن المالح أو ما يعرف بالجبن اليابس بصلاحياته الطويلة، وهو ما يتيح إمكانية نقله إلى خارج اليمن مع المسافرين. يباع الجبن في أسواق رئيسية وسط مدينة تعز كسوق الشنيني وباب موسى وأسواق أخرى في مراكز المديرية والأرياف وعلى خطوط السفر الرابطة بين مراكز المديريات والأرياف والمناطق الأخرى. تعرضت تجارة الجبن البلدي إلى ركود خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحرب وتداعياتها الاقتصادية وتضرر الطرق وحركة النقل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ومنها المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الجبن. ورغم جودته ومذاقه الفريد المنافس للأجبان الأخرى، يظل الجبن البلدي محصوراً في النطاق المحلي نتيجة ضعف الترويج وغياب دور المؤسسات الرسمية عن دعم جهود تصديره إلى الخارج.